يعد موضوع بدائل السكر من المواضيع المربكة، ذلك بسبب تفسير المصطلحات بطرق مختلفة. يمكن تعريف بدائل السكر على أنها محليات تستخدم عوضاً عن سكر المائدة العادي أو السكروز، ويمكن تصنيف هذه البدائل إلى نوعين: المحليات الغذائية التي تضيف السعرات الحرارية إلى الأطعمة التي تحتوي عليها، والمحليات غير الغذائية التي تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية أو تكون خالية منها. عشان نتعرف على أفضل البدائل السكر الأبيض، يسرنا أن تكون معنا هنا في الاستوديو أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة أمل كنانة. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخيرات والسكر. الله يحييك، هذا سهل فيك يا عمري. الله يحييك. ما هي البدائل الصحية للسكر الأبيض أو السكروز؟ طيب خلينا أول حاجة وأهم حاجة، أنا ما شفتك بتلعب رياضة معه، إلى على الهواء صعب شوي مع شوي. أوكي، نرجع لموضوع السكر. السكر طبعا ما في شك أنه هو، يعني خلينا نمسك أول السكر الأساسي، السكر اللي هو معروف اللي هو السكروز. المكونات حقته هذه فيها أضرار كثيرة على الجسم، يعني من ضمنها أنه هو بيأثر على الكلى، بيأثر على ارتفاع ضغط الدم. هذه الأشياء كلها كان ليها توابع أخرى غير طبعا زيادة الوزن. فصارت الناس عشان موضوع زيادة الوزن بالذات تقول لك لا، خليني أخذ، أنا أبغى سكر بس خليني أخذ السكر الصناعي على أساس أنه هو أفضل بالنسبة لي، أنه ما رح يزيد الوزن. الفكرة أنه هو أساسا هذا الأنواع من السكر لما تم اختراعها زي ما يقولوا، كانت بسبب أنه مريض السكر يقدر ياخذ محليات بدون ما تاثر عليه، بس اي مريض سكر، المريض السكر اللي هو من النوع الاول اللي هو ما عنده انسولين بيفرز في الجسم نهائيا. لو جينا تكلمنا عن الشخص العادي، احنا مش مفروض ناخذ المحليات الصناعيه. المحليات هذه هي صح صفر سعرات، بس هم ما قالوا صفر سكر. فبالتالي عملية تأثيرها وتحفيزها للانسولين انه هو يفرز اكثر ويصير عملية تحفيز الجوع اعلى موجودة. فيعني كذا هو أخذ السكر الطبيعي حيكون صح فيه سعرات، ولكن السكر الصناعي حيحفز أنه هو حيجوع، فبالتالي حياكل كميات أكل أكثر. طيب بالنسبة لهذه الحالات، إيش الحل الأسلم والأسهل للشخص؟ هل أنه هو يكمل مع المحليات الطبيعية السكر وما إلى ذلك بس بنسبة أقل، ولا كيف حتكون؟ لو تيجي علي أرجع وأقول لك إحنا لازم في حياتنا، هو طبعا طبيعي الإنسان يشعر أنه بحاجة للسكر، بس ليش إحنا هذا الشعور زاد عندنا الفترة الأخيرة وصار اختراعات الحلى بزيادة عن اللزوم؟ عشان إحنا ابتعدنا عن السكر الطبيعي اللي هو من الفواكه. ما عادت الفواكه شيء أساسي في السفرة حقتنا أو الطاولات اللي موجودة عندنا، فصرنا ندور عليها من اللي هو الحلى أو الأشياء اللي فيها سكريات عالية. المشكلة في هذه السكريات، لما مثلا حنسوي أي نوع من الحلى بنحط كمية سكر أعلى بكثير من ملعقة شاي في الشاي نفسه. فبالتالي لما أنا حاجة أتكلم على ملعقة شاي، أنا بتكلم على يعني 30 سعرة لا شيء، مقارنة في مثلا قطعة حلى فيها فوق 200 سعرة. صح. فبالتالي المفروض أنا أعرف إيش اللي أبغاه، التوازن تبعي. هل أنا محتاج أني أخذ هالكميات السكر العالية اللي ممكن تأثر على جسمي وتأثر على صحتي، ولا أني أنا ممكن أخذ أو أبدأ أقلل؟ المشكلة في السكر، إحنا ليش بناخذ أحيانا سكر عالي؟ يعني في ناس حتى في الشاي ممكن يحط لك 3-4 ملاعق. إحنا بنفقد حاسة التذوق، فلما أنت تفقد حاسة التذوق إيش بيصير؟ بتصير بتدور على شيء يرفع الحاسة هذه، اللي هي يا أما السكر العالي أو الملح العالي في الأكل. بنفقد حاسة التذوق، يعني بمعنى أنه أنا ما هحس بطعم السكر زي ما كنت بحس في بداية ما أنا بديت أعلي أرقام المعالق اللي بحطها. بالضبط، وهذا اللي بيصير أنك مش بس معالق السكر، أنت ما بتشعري بطعم الشاهي أو بطعم الحليب أو الشيء اللي حتحليه، فبتصيري بتزيدي نسبة السكر عشان هو اللي تشعري بطعمه، وبالتالي بتبدأي تفقدي الحاسة أكثر وأكثر. كل ما قللنا عدد هذا، وأنا دائما أقول ما في حاجة اسمها الآن ببطل، لا، هي عملية تدريج. يعني مثلا كنت أخذ 3 ملاعق أخليها ملعقتين ونص، بعدين ملعقتين، وهكذا إلين ما أوصل إلى مرحلة أني أقدر أشعر بالتذوق للأغذية بدون السكر. يعني أستاذة أمل، أنت ذكرتي جانب مهم،
اللي هو الأشياء المطبوخة حجم السكر فيها اللي غير مشاهد بالعين، في الواحد يأكل هو مرتاح، العكس اللي حطه ربما يكون أكثر فائدة. في ناس استطاعوا أنهم يقطعون السكر في المشروبات بشكل مباشر أنهم يحطونه، بس يقول كثير من الأكلات صعب أني أسيطر على مستوى السكر فيها، كيف ممكن أكتسب ثقافة غذائية؟ وهل يمكن بالإمكان أنه في بدائل هالمنتجات مثل الخبز الأبيض؟ يقول لك صعب ألقى منتج بطعم الخبز الأبيض لكن بدون سكر، كيف ممكن نقدم لهم هالنصائح حتى يستمرون في طريقهم؟ طيب أنا حاعطيك مثل بسيط، أيام الجائحة والناس لما كانت جالسة في البيت وبدأت اختراعات المعجنات والخبز والأشياء هذه وسوتها بدون سكر وتقبلتها بدون سكر، لكن إحنا اللي صار معانا إنه إحنا استسهلنا طريق إنه أنا أقدر أشتري الأشياء وخلص أسهل لي إن أنا أجيبها. لما كان عندي الوقت الفراغ سوينا هذه الأشياء وبدون سكريات عالية. المشكلة أنا لو أجي أقول لك الآن أنا بحط قدامك صحن تمر وصحن شوكولاتة، أنت فين بتمد يدك؟ أنا شخصياً التمر، ترى أنا لي علاقتي بالسكر الحمد لله ما هي جيدة. ممتاز يعني. وبالنسبة لك تمر. طيب حلو. إلى سارة تمر اليوم. بس العادة. اليوم أنت كذا كسبت. الدوام تمر، كل مكان تمر. بس العادة يعني غصب عنه الشخص بيأخذ الشوكولات. لو أنا بشيل هذه المادة اللي فيها نسبة السكر العالي طبيعي إني ما حلاقي بديل إلا هو التمر. انتوا ما شاء الله يعني لا بس يعني متزين. كمان وحضرتك تتكلمي لما قلتي انه ممكن استغنى من ملعقه السكر اللي حطها في شيء بس اكل الشوكولاته، يعني انا شفت نفسنا احنا لسه بناكل الشوكليتس ويعني ما قطعنا الحلويات لكن قللنا ملعقه الشاهي، يعني سوينا اكلنا الاكل وبعدين بيبسي دايت مثلا اي مشروبات دايت. هي المشكله في الحلى انه هو مش بيدخل فيه بس سكر، هو بيدخل فيه السكر والدهون والاشياء الثانيه، فبالتالي كميه السكر عاليه. بس تعقيبا على كلامك وعلى موضوع الخبز، الخبز هو سكر او نشويات، بس سكريات نسميها احنا سكريات معقده الجسم بحاجه لها بكميات معينه، بس احنا مو محتاجين للسكر البسيط اللي هو موجود. بس ما يضاف عليها السكر الابيض الخبز؟ بيضاف بس انا هذا قصدي، يعني احنا ممكن حتلاقي الحين في مخابز كثير ما بتضيف سكر، خاصه انا بيقول لك هذا خبز اللي هم مرضى السكري، هو مو خبز مرضى السكري، هو خبز العادي الطبيعي اللي لازم احنا ناكله يعني. يعني يمكن موضوع الخبز الطبيعي العادي اللي لازم ناكله في ناس متجهة للخبز البر وكذا تحس انه ممكن تاكل الكمية اللي تبغاها من الخبز البر. خلينا نتكلم كمان عن الكميات اللي ممكن اكل فيها الاكلات اللي داخل فيها السكر. شوفي البر والابيض واحد يعني كسعرات نسبة السكريات واحدة، اللهم بس البر في نسبة ألياف عالية وبالتالي هي حتساعد على أنها تجرف هذا السكر إلى خارج الجسم، ولكن الكميات إحنا مش مفروض نزيد عن 10% من نسبة السعرات حقت اليوم كامل من السكر هذا. فلما أنا مثلا ححسبها بين مثلا خلنا نقول المشروبات شاهي قهوة أنا ما أقدر أشربها إلا بالسكر، هذه أحسبها وخلاص مو ضروري أخذ الحلى. لو أنا معزومة اوكي وطبعا طبيعي انه حيتحط في اكل واشياء واحنا الحمد لله مجتمعنا يعني بيدور على كل شيء يفتح النفس يعني صح. فانا حضطر اكل ولكن انا مش مضطره اني انا في بيتي يكون هذه الاشياء موجوده ليه؟ على اساس ان اقلل من او احد من كميه السكر اللي انا ممكن ادخلها على الجسم. طيب على عجاله بس كلمه باكي توجهها للناس اللي بتبدا صباحها بالسكريات. والله شوفي اول شيء اتمنى للجميع الصحه والعافيه، وإذا كان فعلاً إحنا مندور على صحتنا لا نقول إذا وصلنا للمرض ليش أنا وصلت للمرض، أدور على الوقاية قبل لا أوصل للمرض. والسكر والملح من أكثر الأشياء اللي إحنا دائماً نحدد ونقول يا ريت نخففها عشان لا تأثر على جسمنا. أنا من تجربة شخصية أقول للجميع اللي استبعد أمر أنه يترك سكر بالعادة بتقدر تتركه أساساً ما تستصيغ طعم السكر في المشروبات اللي تحبها شاهي ولا قهوة، ولكن هي على ما قلتي بالتذوق. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا، أخصائية تغذية الأستاذة أمل الكنانة، يعطيك العافية. شكرا لكم.